زي ما وضحت في اللقاء اللي احنا قعدناه، احنا دورنا في هايبر ون هو ان احنا نوفر اجود سلعة للمستهلك، ونوفرها له في احسن خدمة موجودة بانسب سعر. احنا مش منشئين ولا منتجين، احنا بنتعامل مع شركائنا في الانتاج اللي هم السادة الموردين معنا، نتفاوض مفاوضات عنيفة جدا للوصول لاحسن سعر للمستهلك، بنعرضه بهوامش قد تكون يعني منعدمة عشان نوفر السلعة دي، لان هو لو لقى ان السلعة عندي غالية والخدمة عندي مش كويسة مش هيجي تاني. انا مصلحتي من حاجتين، ان تكرار الزيارة ورضا العميل، ده اهم حاجة بالنسبة لي، رضا عن نوعية وجودة الحاجة، لان ممكن السلعة تبقى سعرها رخيص انما نوعيتها رديئة جدا فيرمي نصها ما يستخدمهاش. فاحنا بنعتمد على الجودة وعلى السعر. نسيطر من الناحية الإيجابية إن احنا نحدد السعر، بنجتهد في هذا المجال طبعا، وبنحاول مع السادة المنتجين والموردين إن احنا نوصل معاهم، لأن هو برضه من مصلحته إنه يبيع، هو لو غلى السعر والمستهلك ما أقبلش عليه ما هو هيقف. فاحنا بنحاول معاهم، من سياساتنا برضه معاهم في هايبر ون إن احنا نحاول مع كل الشركاء المنتجين للوصول لأحسن سعر يضمن جودة الخدمة وليس على حساب جودة المنتج يعني. اللي احنا بنهدف له في هايبر ون ان احنا نوفر للمستهلك اللي هو بقاله النهارده معانا 10 سنين عميل هايبر ون، وفرحته في موسم رمضان وان هو بيبقى مستنيه من السنه للسنه علشان يشتري، رسالتنا الاولانيه وان احنا نوفر له اولا كل المنتجات اللي هو بيرغب فيها، ثانيا الجوده العاليه جدا الممتازه جدا، وبديله عروض سعريه مختلفه تناسب كل محفظه، تناسب كل قوه شرائيه. بنجتهد في هذا وندعو ربنا ان احنا ان شاء الله نوصل لهذا الهدف بتاعنا يعني.